منتابع سوا حلقتنا لليوم مشاهدينا مع مجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس، ورح نتعرف هلأ على آخر نشاط للجنة رعوية العائلة بأبرشيد بيروت المارونية، وهو احتفال بيوم العائلة إذا بدكم بكرة نهار الأحد 21 نيسان، وهو من تنظيم هاللجنة حدث سنوي تقليدي بضم نشاطات روحية اجتماعية وترفيهية لكل أفراد العائلة. رح نتعرف على تفاصيل هالنهار مع ضيوفنا من لجنة رعوية العائلة بأبرشيد بيروت المارونية ومنشطين بمركز التحضير للزواج. برحب بفادي وسوزي أبو غصن، أهلا وسهلا فيكم. هالحدث هو حدث سنوي، صاركم 12 سنة بتقوموا فيه، وبعرف أنه سنة بعد سنة الزوار والمشاركين عم بيزيدوا، وهذا دليل على نجاح هالنهار. قبل ما نتعرف على برنامج هالنهار اللي كمان بيختلف سنة عن سنة، ياريت بتعرفونا عن اللجنة والنشاطات اللي بتقوموا فيها على مدار السنة. لجنة العائلة هي لجنة خلقت بال 96 برعاية المطران بولس مطر راعي أبرشية بيروت المارونية، وهي لجنة مكونة من أزواج ملتزمين بجماعات العيال بالرعاية، بيجي من قبلهم مندوب بيكون بيمثلهم بهيدي اللجنة برعاية كاهن هو رئيس اللجنة بعينه سيادة المطران، وهو حاليا الخوري طانيوس خليل. وهيدي اللجنة عندها ثلاث نشاطات أساسية بتطال العائلة. بتبلش بمركز التحضير للزواج يلي هو بيرافق الخطاب وبيرافقهم ليوضح لهم أهمية العلاقة الزوجية وكيف لازم يبلشوها بحب ووعي ومسؤولية. ومنرافق هودي الخطاب بعد الزواج من خلال جماعات عائلية منتشرة بالرعاية، يعني وقت الخطوبة بترافقون مع إرشاد أكيد روحي واجتماعي وعائلي. نعم، بيعملوا دورات تحضيرية. نعم، وبعد ما يتزوجوا في عنا برعاية الأبرشية جماعات عائلية منتشرة بكل أنحاء الأبرشية تقريبا شي 40 جماعة مكونة من الأزواج يلي جون كوبل إذا بدك مزوجين. بيرافقهم كاهن بيكون مرشد لألون، وبقلب هالجماعة بيجتمعوا مرة بالشهر بيعالجوا بخلال الاجتماع مواضيع بتهم العائلة، إن كان من خلال المواضيع الروحية، مواضيع اجتماعية، مواضيع تربوية حياتية، وأكيد في شق كبير للصلاة. يعني اللي بيريح بهاللجنة إنها مؤلفة من أزواج، يعني أشخاص عاشوا التجربة وعم يعطوا نصايح هن مروا فيها. ولجنة كتير مميزة لأن كل الأشخاص اللي بيشتغلوا فيها بمركز التحضير ومركز الإصغاء هن أشخاص كارسين وقتهم مجانا لهيدا العمل. وكمان عنا نشاط ثالث هو مركز الإصغاء بالأبرشية يلي هو بيرافق الأزواج يلي عم يعيشوا صعوبات بحياتهم الزوجية، مساعدهم ليكونوا رؤية واضحة عن مشكلتهم وإذا أمكن نحل هالمشكلة، واكيد في اختصاصيه. يعني بترافقوا الازواج من الخطوبه لاحلى ايام حياتهم، واذا واجهوا اذا بدك مش بس ايام حلوه ايام مره كمان انتم بتكونوا الى جانبهم. نعم، تسندوهم بالقليله مش بس معنويا كمان روحيا. اكيد روحيا. وبمركز الاصغاء عندنا ناس متخصصين، بسيكولوج، عندنا محاميه، وعندنا اشخاص تنشأوا بالمرافقه والاصغاء لمرافقه الازواج. نعم السيد فادي، هالسنة موضوع اليوم الأبرشي هو العائلة تزرع الإيمان. صحيح. وهو احتفالاً بعيد العائلة. صحيح. مثل ما تفضلتي وقلتي قبل أنه كل سنة بنعمله هذا اللقاء. نعم. هذيك السنة كان في حوالي 600 شخص، هالسنة متوقعين تقريباً يكونوا بحدود 800. البرنامج تبعوله بكرة من الأحد بيبتدي حوالي مدرسة الحكمة جديدة. صحيح. ببلش بنستقبل الكوبلات المتزوجين وفي معهم اولادهم، يعني ما يعطى لهم، يعني بتستقبلوا كل افراد العائلة، وبعرف في نشاطات مخصصة. صحيح. لكل الاعمار كمان. صحيح. اول ما بنستقبلهم بناخذ الاولاد اللي اعمارهم من 3 ل 10 سنين. بيستلمون شبيبة ماربولوس، هن مخصصين مشان يكونوا مع الاولاد محضرين نشاطات خاصه لهم، مشان يكونوا الازواج لواحد والشبيبه لواحد تيكون في كل واحد عنده الامبيانس تبعوله. نعم. مسؤولين عنهم هن من فتره الترويقه للغدا لعشيه. عشيه بيرافقوهم طوال النهار، هن حوالي 30 شاب وصبيه بيستقبلوهم. صحيح صحيح.
بيرفقون بيكون عاملين نشاطات، بعلمون اغاني واشياء روحيه حتى كمان، مش انت يكونوا بالاجواء مع اهلهم. نعم بالوقت اللي اهلهم كمان عم يشاركوا بالنشاطات المخصصه، لانه بعرف باخر النهار راح يلتقوا بالمسرح وراح يستعرضوا الاشياء اللي تعلموها. 100% هن والشبيب الثاني اللي راح تستلم الـ من العشرة وطالع. نعم هلا في كمان نشاطات للاعمار اللي اكبر. صح. شو محضرين لنا؟ في شبيبة ابرشيت بيروت المارونية كمان طبعا بغير اسلوب من الصغار، عندهم نشاطات كمان روحية وبيعملوا لقاءات ديناميكية. كمان راح يكونوا هن وياهم بالمسرح باخر النهار. مشان بحطوهم بشوي بالاجواء للاشياء المستقبليه. نعم. الزوجيه. سوزي لها الشبيبه كمان خصصتوا وظيفه معينه، حبيتوا تحملوهم جزء من المسؤوليه بتنظيم هالنهار. فعلا لانه نحن بالابراشيه عندنا لجنه الشبيبه يلي هي كمان عندها نشاطات كثير قويه بالابراشيه، لانه نحن عيال وعندنا شباب بقلب عيالنا، حبينا كمان هالشباب يشاركونا بالتنظيم، لانه هيدا عمل ضخم بده فوق يعني فوق ال 150 شخص عم بيساعدوا بتنظيم هيدا النهار. بنشكرهم. وكمان بحب اقول انه عنوان نهارنا هو العائله تزرع الايمان، يعني كل المواضيع اللي رح تكون مع الازواج ومع الاولاد ومع الشبيبه رح تكون تدور حول هذا الموضوع، والشبيبه محضره جو دي تاب وجو دو بيست واشياء بتدور حول هالاشياء، اشياء يتمتعوا فيها الشباب ويحملوا زواده روحيه معينه. نعم. للازواج والاهل كمان في نشاطات خاصه. صحيح. اول شيء ببلشوا بتعارف بين بعضهم فترة شي نص ساعة أو أكثر شوي صغيرة، بعدين في الترويقة، يعني الترويقة إيكومبري هالفترة. بعدين في عندنا سيدة المطران جورج بقعون تقدم محاضرة. صحيح. راعي أبرشيت السور. نعم. السيد جورج يعوني. بقعوني. المحاضرة كمان مثل ما قلت سوزي العنوان تبعولها العائلة تزرع الإيمان. من بعدها رح يصير في قداس ذبيحة إلهية برعاية سيادة المطران بولس مطر، طبعا رح يكون المطران بقعوني معه يعني، ومن بعدها بيكون في الغداء. من بعد الغداء رح يصير في حلقات حوار، بيتقسموا الأزواج. نعم. لحلقات حوار بتتضمن هيدي أسئلة بيكون محضرها المطران، وباخرها رح تتكلم. شو المواضيع اللي رح يتناولوها بهالحلقات الحواريه؟ كمان عن اهميه العائله، عن الايمان بالعائله، يعني الموضوع الاساسي تبع نهارنا هو الايمان بقلب العائله، لانه البابا بنديكتوس البابا المستقيل. نعم. عمل هالسنه هي سنه الايمان، بقى العائله استوحت هيدا الموضوع من هيدا الايمان يلي هو كثير مهم بقلب العائله، ونحكي كيف ننقل الايمان لاولادنا. مشان هيك رح يكون في عائله ناظر يلي باخر حلقات الحوار رح تتكلل هالحلقات بشهاده منهم. نعم. كيف هن اختبروا نقل الايمان لاولادهم وكيف عم يستمروا تيوصلوا للشيء المطلوب. هيك نشاطات قد ايه هي دافع اذا بدك او حافز للجيل الجديد اليوم اللي طالع اللي كمان عم بيواجه تحديات كثيره انه يتمسك اكثر بالعائله ويتمسك اكثر بايمانه؟ يعني انا بقدر احكيكي عن خبرتنا نحن ان كان بجماعات العيال، بحب اقول لك في فرح بتعيشيه بهيدي اللقاءات ما بتشوفيه برا، والحلو فيه انك بتلاقي اشخاص بيدوروا بنفس الفلك اللي انت دايره فيه يلي هو فرح المسيح يلي بتفتشي عليه بتلاقيه عند هالعيال، وهيدا اللقاء بيكون مناسبة للعيال كلها بقلب الأبرشية تتلاقى مع بعضها وتعرف انه مني وحدة انا يلي عم فتش عن فرح المسيح، في كتير اشخاص مثلي وعم بيعيشوا هيدا الفرح. مين بيقدر يشارك بهالحدث سيد فادي؟ كل العائلات، كل العائلات، مش ضروري يكونوا جماعة عيال من الأبرشية. نعم. في يكونوا مثلا جيرانهم او مطلق. نعم. هيك يبلشوا يفوتوا بالاجواء وهن يصيروا يخبروا عن الشغله. بدي اضيف الشغله عن سودي انه الاهل هن بده يكونوا مثل للاولاد، يعني اذا عم تقولي شو بتاثر هاي الشغله. نعم. على الاولاد اذا ما كانوا الاهل، لذلك اهميه جمع العائله كلها ومشاركه العائله كلها بهالحدث. اذا نحن ما كنا منيح وعم نعطي مثال لاولادنا قدامهم انه عبثا يا ابني. نعم. بدنا نقول
هون بدنا نهني اكيد ابرشيه بيروت اللي عم بتكون حاضنه لكل العائلات مثل عائله كبيره بهالنهار اللي هو كله نهار فرح ومشاركه للجميع. بس انا بحب زيد شغله واحده انه ما يخافوا الناس من الشتي بكره لانه في شتي، بنحب نقول لهم انه كل المواقف مأمنة وكل الوسائل ليكونوا مرتاحين بهيدا النهار. وبنشكر كثير الصليب الاحمر اللي راح يرافقنا والجيش اللبناني راح يامن لنا سلامه النهار والخوري بيير شمالي رئيس مدرسه الحكمه يلي مستضيفنا، وإلكم كثير كمان بنشكركم. نحن نتمنى مشاركه من قبل اكبر عدد من المشاهدين ومن الاشخاص اللي بينتموا للابرشيه وعبال كل سنه. ميرسي. وقفه قصيره مشاهدينا ومتابعي حلقتنا.